مبروك للشعب المصري، مبروك لأسرة كرة اليد على حصول منتخب مصر للناشئين على بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ. منتخب مصر لكرة اليد أول منتخب غير أوروبي يحصل على بطولة كأس العالم للناشئين بعد فوزه على ألمانيا بنتيجة 32-28 في مقدونيا. منتخب مصر لكرة اليد تأهل لكأس العالم بعد فوزه على تونس في بطولة أفريقيا اللي أقيمت في المغرب شهر سبتمبر الماضي. منتخب كرة اليد استطاع ان هو يعني يبهر العالم كله في مقدونيا خارج أرضه بعد تصدره للمجموعة الأولى في البطولة في الدور الأول. منتخب مصر استطاع ان هو يكسب فرق قوية جدا ومنتخبات قوية جدا زي المجر والسويد وتايوان وكندا، وتلقى خسارة وحيدة بس من فرنسا في تاني لقاءاته في المجموعة الأولى. منتخب مصر مشواره كان حافل جدا في البطولة. مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم كان مشوار حافل جدا بعد تأهله كمتصدر المجموعة الأولى متصدر المجموعة الثانية في دور المجموعات. منتخب مصر نجح ان هو يفوز على سلوفينيا في دور 16 قبل ما يهزم أيسلندا بنتيجة 35-31 في دور الثمانية، وكمان نجح ان هو يكسب البرتغال 41-36 في دور نص النهائي. وزي ما بنقول كده ان البرتغال شكلها وشها حلو جدا على مصر بعد ما كمان منتخب الشباب حصل مؤخرا على الميدالية البرونزية بالفوز على البرتغال بفرق 10 اهداف في اسبانيا. منتخب مصر للناشئين شهد تألق لعيبة كتيرة جدا وعلى رأسهم عبد الرحمن حميد حارس مرمى النادي الاهلي اللي بجد حقيقي لازم نقول له انت فعلا طمنتنا على مستقبل حراسة كرة اليد قبل المونديال 2021 واللي هتنظمه مصر في الفترة اللي جاية. بنقول في الأخيرا منتخب مصر مبروك وشرفتونا وهننتظركم الفترة القادمة.